بمثابة 6 لوكاكو، والهدف الأول. لا 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 لا، خطيرة خطيرة خطيرة، هوبا هوبا. لا 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 لا، الهجمة العنترية وخروج سيف عادل، خطيرة خطيرة، وهدف ثاني. اتحملت كتير جدا عشان مجلس اداره المدينه ناس محترمين جدا، واحنا لقينا نقد كبير جدا كتير، واحنا الامكانيات لو قلت لك احنا 25 لاعب مشوا وانا باخد لعيبه جديده، لانج على 11 لاعب جداد، اولهم الباك ليفت احمد السيد، وبعدين اللي قدام سامسونج وموزيس واحمد الجون، انت عارف عشان ما اسردش الاسماء، انما اللي معايا لعيبه رجاله، احنا معانا 15 لاعب بس، الباقيين كلهم ولاد ناشئين، انما انا اتحملت نقد غير عادي في البلد اللي هناك دي، بس في مجلس اداره محترم، انا اتحملت عشانهم، اللعيبه دي رجاله، يعني كنت هتكلم، انا مش هتكلم عن شديد لان الحمد لله انا اسمي معروف، انما اللعيبه دي لعيبه رجاله، اتحملت بدون مقابل، النور مقطوع عليهم 3 شهور، مفيش اكل، مش الاكل يعني، مش اكل مفيش خالص، لا في اكل بس مش الاكل او الوجبات اللي هي الناس مغتربه. حلو يا عبد الله، يلا بالعمل توفيق، محمد توفيق وتسديده، بيلم، حلو يا ولد، بعبد حكيم ولكن لسه هوبا. I think the match plan or idea was very clear. We tried to keep the ball and try to put in connection inside the field to create more space for the strikers. The players step by step improving the level in the field, and I think we deserve to win. أعتقد خطة المباراة النهاردة كانت واضحة واللعيبة قدرت تنفذها بشكل كبير، حاولنا من بداية المباراة إن إحنا نحافظ على الكورة ونحافظ على الكورة في أطول وقت ممكن في المباراة، وأظن اللعيبة قدرت تنفذ الكلام ده النهاردة، والحمد لله قدرنا نقتنص الـ3 نقط. اللعبة على طول عرضية، خطر الحلواني، جول جول جول، يا متحفز جدا على طول بقى السيد وادي كورة، خطر جريت. الشوط الاول احنا كنا فقدنا الريتم بتاعنا، بس الشوط الثاني رجعنا تاني الكره بتاعتنا، ضغطنا وحطينا هدف، والتاني مكسب كبير بالنسبه للافيننا، 3 نقط بيجربونا للمنتصف. محمد سامي تتلعب الكره، جول، هدف اول لفريق ديروت، لعب كره عادي عادي كبراوي، جول جول جول. المباراه طبعا الملعب الجو النهارده مقدار حوالي 39 درجه، ملعب سيء للغايه، مش ملعب يعني تلعب عليه كوره، حتى الماتشات الماتش كله كور عاليه. الشوط الاولاني ضيعنا 3 اجوان محققه ما استغلناش، جالنا كوره ثابته الشوط الثاني جبناها جون، خطا عندنا كروس باص اتلعب، المساك مع الحارس ما اتكلموش، لمسها جت جون، لينا بعد الكوره كنا مليهم كوره، فانا في الاخر على حزني على فقد النقطتين، انما انا شايف في الاخر هي نتيجه عادله للفرقتين، هما برضه فرقه شبان هنا فرقه محترمه قوي، عندهم جبلاوي كان عندنا في سيراميكا، وهم برضه ليهم واحنا لينا الحقيقه، بس انا في الاخر شايف نتيجه عادله. ربنا كرمنا الماتشين اللي فاتوا وكسبناهم الحمد لله، وده الماتش الثالث كنا متقدمين، يعني احنا انت عارف احنا مضغوطين شويه لان احنا في فرق سبقانه شويه في الترتيب، كنا عايزين نلحق يعني التعادل ده طبعا مش مرضي لينا خالص، خصوصا احنا كنا متقدمين وضيعنا اكثر من فرصه، وكره في اخر الماتش يعني تخش بشكل يعني غريب شويه، لكن نقول لا قدر الله ما شاء فعل، هنجهز لسباقي 6 مباريات، فرصه مباريات كتير، ماتشات صعبه كلها، ان شاء الله نركز بامر الله ونعوض الماتش النهارده. النصر للتعديل، لكن ما زالت الخطوره، وصلت الكره عند خالد فتحي، يا ولد عدل على شماله يسدد، ولكن ضعيفه الكره من خالد فتحي، ومطالبه بركله الجزاء، وما زالت الخطوره، ودي التصويب، والكره خرجت بسلام. الشوط الثاني احنا مش كويسين، احنا نزلنا يعني فرص من اخطائنا برضه، احنا بنجيب الكره، لكن الشوط الاولاني كنا ماسكين الكره بشكل كبير، وان سايد جيم، ودونا ضربه جزاء ما مش عارف زي ما اتحسبتش في ايد الراجل، الناس تشوفها وتحكم برضه، وجهه نظرنا كان ان هي ضربه جزاء، ضيعنا خمس اجوان، مش خمس فرص، ده 5 اجوان اكيد الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني احنا برضه جايين ناقصين لعيبه كتير، احنا النهارده السكور بتاعنا 19 لعيب، احنا كنا عارفين صعوبه المباراه، مش عشان خاطر فريق المقصه، فريق المقصه فريق كبير ولسه نازل ممتاز، عنده عناصر كلها شباب وفريق محترم بقياده الكابتن طارق حجاج، ولكن احنا بصراحه كنا عاملين حساب اللي كان هيحصل النهارده، وكنا متوقعين ان احنا ممكن ناخد بونت، لان موضوع البعد عن الماتشات الرسميه يمكن اثر شويه معانا، يمكن ما عملناش فتره اعداد، احنا عملنا فتره اعداد كلها معظمها كانت تمرين فقط لا غير،
عكس يمكن من شهر ونص كنا بنلعب كل اسبوع ماتش، لكن الحمد لله على البونت والحمد لله على الاداء. يمكن زي ما حضرتك شفت الشوط الثاني 3 كور في العرض، كان الموضوع كان صعب. الحمد لله العشرين يوم اللي اشتغلناهم اشتغلنا الحمد لله شغل كويس الحمد لله. طبعا بس النهاردة طبعا يعني أرضية الملعب حاجة يعني كلنا مستقيم منها بصراحة، يعني مش اللعيبة حتى الجمهور كمان، لكن احنا انت ليك هدف 7 ماتشات بأمر الله سبحانه وتعالى. انا هدفي بأمر ربنا ان نادي الأولمبي يبقى موجود في ضمن دوري المحترفين. النهاردة الحمد لله اللعيبة يعني زي ما كان الكابتن ناصر مجتمع بينا امبارح في اخر تمرين في اوضه اللبس، هو وعد اللعيبه واللعيبه وعدته وقالت له ان شاء الله احنا هنرد بكره في الملعب وهنفرحك. فالحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بنصر النهارده. حضرتك عارف انها معانا يعني جهاز فني كبير كابتن ايمن زين وجهاز، احنا شغالين واشتغلنا وهنشتغل. يمكن النتيجه بتاعت النهارده دي بتاعت ربنا الحمد لله، يعني الماتش اتغير مرتين ثلاثه. فانا بشكر اللعيبه في الاول في الاول والاخر بشكر اللعيبه الرجاله المحترمه. زي ما انت شايف ارضيه الملعب صعبه جدا، يعني مش ماتش كره قد ما ماتش رجوله وروح. وسبحان الله الماتش كان فيه احداث كتير ومتغيرات كتير، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يدينا هدف الفوز القاتل في الدقائق الاخيره دي. الحمد لله نعمه كبيره من ربنا، ربنا يديم عليها يعني عليها بشكل شخصي وعلى النعمه وعلى الفرقه بشكل عام ان شاء الله، ونفضل ننافس بامر الله. بحمد ربنا طبعا على التعادل، نقطه غاليه جدا من جمهوريه شبين، فرقه محترمه وجهاز محترم. يمكن الحمد لله رب العالمين، مش عارف اقول لحضرتك ايه من فرحتي، واللعيبه دي اجتهدت جدا الفتره اللي فاتت. الحمد لله على كل حال، دي كوره وقدر ما شاء فعل. النهارده ما كانش معايا توفيق زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان انا استحوذت تقريبا على الكوره في 93 دقيقه فرص، بس طبعا ما فيش توفيق وده شيء وارد. انا برضو في ماتشات كسبتها كان التوفيق معايا، وفي ماتشات خسرتها ما كانش معايا توفيق، بس انا لا اللهم الاعتراض يعني. اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. النهارده ما فيش توفيق بالنسبه للفرقه حقيقه، عملوا ماتش كويس ويعني اعتقد انهم كانوا احق بالمكسب النهارده، لكن هي دي الكوره يعني، فان شاء الله الجاي يكون افضل بامر الله. والله الحمد لله النهارده كان غايب عندنا التوفيق في الشوط الاولاني، لو كان معنا توفيق كنا ممكن نكسب 2 و3، فالحمد لله الحمد لله خير. ولسه بدري 6 ماتشات يعني دوري تاني، والتوقف ده يعني فرق كتير مع يعني جميع الانديه، وان شاء الله 6 ماتشات دلوقتي هيبقى في شكل تاني، ولسه بدري باذن الله، لسه بدري باذن الله. احنا يعني احنا هدفنا الصعود وباذن الله مش هنفرط فيه باذن الله. يلعب على طول محمد عبد المنعم عرضيه ولكن مش معديه، تصويبه مره ثانيه محمد شوقي يحط جسمه صح يكسب الرهان صح. معتز عصفوره عرض الملعب الحمد لله عقدة سبورتنج اتفكت. فوز مهم في اول بعتبرها دورة الترقي الجديدة، ماتش مهم جدا ان احنا كنا نفوز عليه يعني. الفوز مهم كمان بعد عودة كابتن حسام عبد العال وبس الثقة في اللعيبة. الماتش ما كانش احسن حاجة يعني، الشوط الاول ما كانش جيد قوي، الشوط الثاني الحمد لله ربنا كرمنا على الاقل في نص الشوط قدرنا نسيطر على الماتش الوقت طويل، والحمد لله التغييرات كمان اللي عملها كابتن حسام اتت ثمارها يعني. الحمد لله مبروك لفريق دي كيرنس وارضك لفريق سبورتنج. كرة مكسب وخساره فعلا يعني، عملنا ماتش كويس وخساره النهارده ما تضايقنيش، ضايقني النقط اللي ضاعت، انما كاداء انا بشكر لعيبتي وبشكر الجهاز المعاون قدروا يعبروا ويقدموا صوره طيبه عن فرقه نادي سبورتنج، وان شاء الله نعوض في اللي جاي. محمد حمدان يلعب العرضيه الراسيه اللي يختتمها بهدف ثاني في اطار هذه اللقطه للامر الرسمي. الكره العاليه اللمسه جون، نادي حمدان جون.